أخونا له قضية مطولة ملخصها أنه سمع من أحد طلبة العلم أن الشهود على عقد الزواج لا بد أن يكونوا من المصلين الملتزمين بتعاليم الإسلام، وحينئذ هو في قلق لأن الشهود على عقد نكاحه لم تتوفر فيهم تلك الصفات، فبماذا توجهونه الآن جزاكم الله خيرا؟ مشترط في الشاهد سواء كان على عقد النكاح أو على غيره العدالة، العدالة يعني يكون محافظا على الفرائض ومتجنبا للمحرمات، ومحافظا على الأخلاق الطيبة والمروءة الحسنة بعيدا عن السفاسف والرذائل، هذا بحسب الإمكان، هذا الشرط يكون بحسب الإمكان ويعتبر الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه، هذا من حيث القاعدة. وأما العقد الذي وقع وانتهى فالأصل فيه الصحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.